يا جماعه تداخل الارتباطات الكتيره دي خلت مارسيل كولر مهتم قوي بتجهيز اكبر عدد من اللعيبه. مش علي تاني. وانه فكره الروتيشن اللي عمله السنه اللي فاتت بعبقريه الحقيقه تحسب له، هو ماضي فيها ومستمر. انه ما فيش لعيب اساسي ولعيب احتياطي، كلهم اساسيين وكلهم المفروض يكونوا جاهزين. الموسم اللي فات كان واحد من الاوراق البديله اللي استخدمها ببراعه مش بس مروان عطيه، خالد عبد الفتاح استخدمه في اكتر من مركز وكان بيسد وبيأدي. خالد عبد الفتاح اصيب اصابه في الكتف، اتعالج، سافر، موجود في المعسكر. قناه الاهلي اجرت هذا الحوار مع خالد عبد الفتاح، اجراه الزميل فاروق صلاح. هنطلع نشوف خالد عبد الفتاح من قلب المعسكر ونطلع لفاصل، وبعد الفاصل نتواصل. رجعت من الاصابه، نزلت ملعب من اسبوع كده، بدأنا تدريجي والحمد لله دلوقتي وصلنا الفورمة كويسة يعني. يا حبيبي الله يبارك فيك، 4 سنين جايين إن شاء الله كلهم طموح ويبقوا كلهم إنجازات وتحقيق بطولات. البداية كانت قوية جدا، 4 5 بطولات، 4 بالنسبة لي، فإن شاء الله نقدر نحافظ عليهم ونسعى اللي احنا نجيب أكتر عدد بطولات السنة دي يعني. طبعا ثقة المدير الفني، ثقة الجمهور، ثقة اللعيبة زمايلي، ف لعيب الكرة طبعا أهم حاجة بالنسبة له الثقة، فإنك تكتسب ثقة وثقة الجمهور والمدير الفني واللعيبة هتفرق مع مستواك طبعا، بتفرق مع لعيب الكرة جدا. الحمد لله قدرنا نكسب بعضها، إن شاء الله السنة دي نسعى إن احنا نوصل لأعلى فورمة ونحقق أكتر بطولات. وبالنسبة لنا على المستوى الشخصي ألعب أكتر عدد ماتشات وأحقق أكتر إنجازات يعني مع الفريق إن شاء الله. أكيد طبعا، جيت أول يوم دخلت أوضة اللبس حسيت إن أنا مع إخواتي والله بصراحة يعني، ما حسيتش إن أنا داخل، كان في هيبة طبعا. أوضة اللبس كابتن منتخب مصر، كابتن النادي الأهلي علي معلول، طبعا كلهم كباتن كبار، احتووني بمعنى الكلمة، حسوني إن أنا في بيتي، ما مش في نادي جديد، فدخلت في الأجواء بسهولة يعني، سهلت على الدنيا. مستر كولر طبعا بشكره على ثقته والفرصة اللي أنا خدتها، بيتكلم معايا دايما في إن احنا نلعب كلنا يعني، نلعب بثقة كاملة، نلعب من غير ضغوطات، نحاول نقلل الضغوطات طبعا، مفيش لاعب كورة بيلعب من غير ضغوطات، بنحاول نركز في الملعب بس، نلعب برجولة، بيتكلم معانا كلنا على فترات، بيقعد معانا شخصيا، بيتكلم معانا الحاجات اللي شاغله ذهننا، بيحاول يفهمنا اكتر، يقرب مننا طبعا، ثقافه غير الثقافه خالص، فبيحاول يفهمنا. هو فعلا نجح في ده وبيعامل كل واحد بطريقته الخاصه، فدي تحسب له وبشكره طبعا. اكيد بيبقى بيشكل ضغط وفي نفس الوقت دافع طبعا، اي دافع بيتحط بمسؤوليه كبيره بيشكل حتى لو بعض من الضغوط. في نادي كبير جماهيره تتعدى 50 مليون، فأنت بالنسبة لك ضغوطات 50 مليون، جمهور النادي الأهلي عصبية دايما، بطولات، وأنت حطيت نفسك في حتة إنك واخد 5 بطولات في موسم، فبقى ده طبيعي، فإحنا عايزين أكتر، فطبعا بتحط ضغط وفي نفس الوقت حافز طبعا. الأجواء طبعا كويسة جدا كتمرين وكضحك ولعب وهزار، لعيبة جديدة لازم ندخلهم في الجو ونخش كلنا في الجو. رضا سليم وكريم نيدفيد رجع طبعا، وصلاح محسن وإمام عاشور، إضافة قوية جدا، 4 لعيبة تقال جدا، إن شاء الله يكونوا إضافة قوية ويدخلوا في الأجواء بسرعة. الأجواء هنا كويسة جدا، أجواء كورة، معزولين شوية في خضرة وطبيعة، مركزين، إن شاء الله في ماتشين وديين ان شاء الله نطلع باقصى استفاده من الماتش. طبعا منافسه قويه جدا، لعيبه منتخب مصر، لعيبه دوليه، منافسه قويه، بنتمرن، بنجتهد كلنا، بنتمرن جامد جدا، في الاول وفي الاخر كل ماتشات ولها مناسباتها، كوتش وله وجهه نظره، اللي يلعب طبعا التوفيق، واللي ما بيلعبش اكيد هيتمرن ويجي دوره ويلعب، وهي دي الكوره يعني عموما في اي حته. بشكرهم جدا طبعا، انك تاخد حب وثقه جمهور النادي الاهلي دي حاجه مش سهله. ياما لعيبة كبيرة ما قدرتش تحمل الضغوط وفي نفس الوقت ما قدرتش تكسب ثقة الجمهور، فأتمنى أكون عند حسن ظنهم، وإن شاء الله بوعدهم مش هنبخل بنقطة عرق، وكل اللي في إيدينا هنعمله أكتر، وإن
شاء الله السنة دي نوعدهم ببطولات أكتر من السنة اللي فاتت. كلهم والله، وده بجد يعني. خصوصا عبد القادر ومنعم كانوا معايا في نادي سموحة، وبعدها طبعا كل الفرقة بصراحة اخوات يعني، بنتعامل كلنا هنا اصحاب واخوات، بنلعب بلاي ستيشن، نلعب بينج بونج، بنلعب. مين اللي بيكسب في البينج بونج؟ عبد القادر. انا بكسب برضه، بس انا عشان كتفي فمريح المعسكر ده، بس عبد القادر المعسكر ده مكتسح يعني بصراحة. خلي بالك، عبد القادر وياسين المكاري ما شاء الله يعني، الاثنين مصاب. حظهم بقى اللي انا مصاب بقى. طاهر طبعا مكتسح في البلاي ستيشن، والباقي بقى بيلعب دومن يعني. بس يعني معسكر جميل جدا، اجواء حلوه جدا، تمرين كويس، وفي نفس الوقت بنفك ونلعب وبنحاول بقى نركز في اللي جاي يعني. ان شاء الله السنه دي غير، مدعمين مركزين، ان شاء الله ناخد بطولات اكتر من السنه اللي فاتت، كاس العالم نوصل لابعد مدى فيه، كله مركز في كاس العالم، الجمهور مركز في كاس العالم، احنا كلاعيبه برضو عايزين نوصل لمدى ابعد من اللي احنا وصلنا له قبل كده.